مباشرة من قصر الاجتماعات ببلدية الوردانيين. السيد قيس سعيد موجود الآن بمكتب رئيس بلدية الوردانيين. ننتظر خروجه الآن. كل شيء عنا كان عن القوم والإرهاب خط أحمر في الوردانية. كيما أخبارنا سيد الرئيس تبرعوا بالدم، احنا تبرعوا بالدم. سيد الرئيس أنا شاب من مدينة الوردانية، أنا شاب نعبر على الشباب الكل. الوردانيين هذه أعطات ضريبة قوية برشا من قبل عهد الاستعمار واليوم. الوردانيين ديما كانت تقريبا من السلطة، واليوم يعاقبوا فينا على خطر احنا. سامحني ساعة سدري، عاقبونا وهمشونا. احنا اليوم الشباب بتاعنا سيد الرئيس، احنا عنا غرس بتاع الوردانية الكل يعرفوه، اللي هو 24 هكتار بتاع املاك الدولة. نحبوا يرجعنا للاستثمارات، يرجع البلدية بتاعنا تعاني، ما عندناش موارد. سيد الرئيس، الوردانيين هي الوحيدة. سيد الرئيس مباشرة من مقر بلدية الوردانيين. السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مباشرة من مقر بلدية الوردانيين. والأمن ما جاناش، واحنا الأمن المستقبل ما عندناش مركز، ومؤسسة الدولة خايمة، البوسطة تخدم والبوسطة تخدم ودار الثقافة تخدم. احنا نحلو فيها اليوم، نحبوا الدولة كما احنا تلفتنا لها، الدولة تتلفت لنا، واحنا رانا ولاد الدولة. سيد الرئيس سمح شكرا، هذا هو تحكيوا على الإرهاب. سيد الرئيس الإرهاب تمارس علينا في 11 شهر في ليلة الفاصلة بين 13 و16 شهداء و13 جريح، وأنا فوق شهيد، أنا عندي 13 عام في طالب. سيد الرئيس عندي وثائق كل الناس اللي تعلمت ورقة في فساد في القضية بتاع الوردانية، وعندي أوراق. سيد الرئيس
السيد الرئيس واحد واحد نوم السياسة السيد الرئيس مباشرة من مقر بلدية الوردانين وصول السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وإنساته إلى مشاغل المواطنين مباشرة من قاعة اجتماعات ببلدية الوردانين. اللقاء خروج السيد رئيس الجمهورية من قاعة الاجتماعات الوردانية. السيد الرئيس من قاعة الاجتماعات الآن.